معايا الفرخه هتتغسل طبعا من بره كويس قوي ومن جوه، والخرطوم بتاع الحنفيه كده وبتاع يخش فيها من جوه تمام اوكي، واسيبها بقى يعني اشفها من بره واخليها تتصفى من جوه والحدود دي كلها، وبعدين اخد الفرخه كده وهتبلها زي ما بقول لك دلوقتي. معايا ايه؟ معايا زبده، معايا زيت زيتون، معايا الاعشاب بقى روزماري وزعتر، ومعايا ريحان مش بلدي، ريحان فرنجي، ومعايا بقدونس. طيب ومعايا بصل وتوم سوائل بقى، معايا خل عنب احمر، معايا عصير تفاح، معايا خل بلسميك. تعالوا نشتغل بقى نعمل ايه. هنفتح كده، اولا عايز وعاء ياخدها وتتغطى، وهذا نفس الوعاء يخش الفرن اوكي عشان ما اقلبهاش في حاجه تانية. يعني هنعمل كده، احط زبده اوكي، وبعدين شويه زبده محترمين، وهيعملوا لي نوازات دلوقتي لانه الوعاء بتاعي سخن فهيعملوا نوازات، واحط عليهم شويه زيت بعد ما يتحرقوا. يعني ايه؟ ايوه كده فهمتني انت، ايوه كده الحرق ده بيديني طعم تاني ولون اوكي. خلاص خدت النوازات بتاعها، احط شويه زيت بقى زيتون، وعلى طول اقوم حاطط توم كتير كتير كتير، بصلات بصلات بصلات، اوكي زعتر، روزماري لطيفة. يلا نحط بقى شوية الريحان، ونحط شوية البقدونس، واصبر على الكلام ده لما الخضروات دي تهدى اوكي. هنعمل كده ونحطها، ما يهمنيش بقى حطيتها فوق حطيتها تحت، لان كل ده هقعد ايه الفلف فيها السوائل. عصير العنب الاحمر بدون سكر، خل بلسمي، عصير عنب قصدي عصير عنب احمر وعصير تفاح برضو من غير سكر اوكي. طيب والخل البلسمي، ونعمل كده نغطي بقى وناخدها غلوتين اوكي. سايح الزبده هنا بقى، مش هسيب الزبده تعمل نوازات، خلي بالك انا بس هسيحها وما تسيبهاش ايه تتحرق. اوكي وهحط معاها الجرجير، عيشي بقى حياتك لغايه ما الجرجير يدبل ويدكن لونه، ومعاه برضو شويه ريحان يبقى شيء لطيف. ريحان الايطالي ده شيء لطيف جدا على فكره، يعني اتنين تلاته كده اوكي، ونشيل ده. هكذا نسخه. نعمل ايه بقى؟ ناخدها كده بالراحه بالراحه بالراحة بالراحة. حطها هنا، ده الجرجير اللي كنا ايه عاملينه بال هنشيل شوية الحاجات اللي ايه
اللي ملهاش عازة عندنا. اوكي. ايه كمان ايه كمان ايه كمان ايه كمان. اوكي. هنحطها هنا. اوكي. هنقدمها معاها، انما هاخد منها